السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنىكم تكونوا على خير وبخير. اليوم جيت نقدم لكم واحد الوصفة اللي هي سهلة بزاف. غادي نقدم لكم ان شاء الله دي بانكيك. هنحتاج 250 غرام نتاع طحين فرز رطب، كأس نتاع الحليب، شوية الملح، 50 غرام تاع الزبدة دايبة، ثلاثة البيضات، وحدة نتاع السكر فاني، وحدة نتاع لوفيغ شيميك او الخمارة. نبداو ان شاء الله. فهنايا غادي نصايبو السكر فاني، جميع المواد اللي جافه. هنا غادي نصايبو لا دوزور شيميك، شي شويه نتاع الملحه، غادي نهرسو ثلاثه ديال البيضات، وغادي نبداو نخلطو. منين ينسجمنا البيض مع الطحين، وعلى بحال هكا من تعطينا انبات، غادي نزيدو الزبدة 50 غرام اللي هي كتكون باقا سخيخنا، من بعد كنبقاو نزيدو الحليب، وهنا كنبقاو نخلطو. تما كيبقاوش عندنا دوك الحبيبات، واخا هما الصراحة راه دغيا دغيا غادي يمشيو. غادي نكمل الكاس نتاع الحليب الزعيف، فهي غادي تجيكم بحال شكل نتاع لي كريب، غير كما كتشوفوا كتكون شويه ثقيله على لي كريب. غادي تجيكم بحال غادي تصايبوا مثلا شي كيكه في الفران، بحال هكاك لاباط خصها تكون. فوالا، فانا ما احتاجتش كاع نخلطها بزاف، ما بقاوش عندي كاع هذوك لي غرومو او دوك الحبيبات. صافي، دابا غادي نغطيها بالفيلم اليمونتير، وغادي نخليها ترتاح ليا لمده واحد الساعه، ومن بعد غادي نرجع معكم باش نوريكم كيفاش غادي نطيبها ان شاء الله. فبعد ما ارتحت لمده ساعه متحت المكانه، لاباط نتاعنا كتكون ديك الساعه خمرات، كتجي بحال هكا ثقيله، بحال اللي سبق ليا وقلت لكم، كتجي بحال غادي تخشيو شي كيكه في الفران، تماما نفس لا تيكستور كتكون. فانا كناخد القياس اللي باغا، كنحطو فوق المقلاة اللي طبعا كتكونوا سخنتوها من قبل، وملي كتبغيو تحطو البانكيك ديالكم كتكونوا نقصتو عليها ودرتوها درجه متوسطه. فانا لاحظت بان ما بغاتش تطيب ليا، وملي نقصتها باش نشوف لقيت بان المقلاة بارده، يعني انا ما شالتش على البوطه، فما بغيتش نقطع لا فيديو ونعاود لكم واحده اخرى، قلت خليني نيت. سبحان الله، تقدر شي حد توقع له نفس المشكل اللي وقع ليا ويقول واش منحيده ما نحيداش، فماشي مشكل. الا نتوما كنتو تالفين في حالي ونسيتو ما شعلتوش على البوطه، شعلوا عليها من بعد، ما كاين حتى شي مشكل، غادي تصدق لكم، غتاخذ لكم شويه الوقت ولكن غادي تصدق، ما كاينش مشكل. ف فوالا، دابا منين البوطه المقله سخنات بدات كتقب ليا غير بشويه بشويه، من بعد غادي نقبضها وغادي نقلبها. فانا كنبغيها تكون محمره بحال هكا لا كولور، تكون كاين اللي كيبغيوها تكون شويه بيضه، كاين اللي كيبغيوها تكون فريمون مقرمله، يعني على حسب الذوق تاعك ديالكم غادي يبقى. فانا من بعد غادي نوريكم واحد التقنيه جديده ان شاء الله. الا بغيتو تصايبوهم صغار ولا مويان ولا كبار، غادي تقدروا تحكموا فيهم ان شاء الله.
هادي هي اللي هضرت لكم عليها. فانا قبضت الحشوه ديالي وصيبتها في ان بوم تاع كيتشب ولا مايونيز ولا موتارد اللي عندكم في الدار، غادي تخشيو فيها وهكا غادي تقدروا تحكموا لا دوز اللي نتوما باغين، واش صغيورين موين او الحجم تاعهم كبير. فانا عجبتني هذه الفكره بزاف. كاين الناس اللي كي ما كيعرفوش يقبطوا العبار مزيان بالمغرفة. انا غادي نكملهم ونتلاقاو ان شاء الله في الشكل النهائي. فوالا، فهذا هو الشكل النهائي نتاع لي بانكيك ديالنا. نتمنى لكم تجربوهم ويعجبوكم ان شاء الله، فهما ناجحين 100% من اول تجربة ان شاء الله. نتمنى يكون هاد لا فيديو تكون عجباتكم، ونضرب لكم موعد ان شاء الله في فيديو قادم. باي باي.